طلبت إدارة الرائد السعودي ضم نيجيري معروف يوسف لاعب الزمالك على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وصل عرض الرائد إلى 100,000 دولار مقابل استعارة يوسف، علما بأن الزمالك يملك عرض بيع نهائي من القادسية الكويتي مقابل 500,000 دولار. كان اللاعب النيجيري يشارك بصفة أساسية في خط وسط الزمالك على مدار 3 سنوات الماضية، وذلك قبل قدوم المونتينيغري نيبوتشا الذي لا يعتمد على يوسف منذ بداية الموسم الحالي.